مرحبا بالعناوين. نبدأ النشرة. الرئاسة رهن الجنوب وغزة، والأسبوع الراهن عنوانه الموازنة. لغط حول زيارة الخماسية لعين التينة، ولقاء بين البخاري وأماني. اتفاق في وزارة التربية يلغي إضراب المدارس غدا. مصادر مصرفية تبدي التحفظ على التعديل المتداول للتعميم 151. هجوم متجدد على خان يونس وتهديد إسرائيلي مكرر لحزب الله. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على أكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. إذا كانت تطورات غزة الميدانية وتداعياتها اللبنانية جنوبا هي الحدث اليومي، فالحدث المحلي هذا الأسبوع مرتبط بموازنة عام 2024 في ضوء الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقع الخلاف المعروف حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومفهوم تشريع الضرورة. أما الملف الرئاسي وعلى رغم التأكيدات المعاكسة فمعلق حتى إشعار آخر بقرار واضح عززته المعلومات الصحفية التي نشرت اليوم عن لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قبل أسبوعين، حيث سمع الأخير تأييدا ثابتا لترشيحه في وقت سجل لقاء بالغ الدلالة بين السفيرين السعودي والإيراني، وتأجيل ذو مغزى لزيارة كانت مقررة لعين التينة لسفراء دول اللجنة الخماسية. وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع للأوتيفي أنه كان من المفترض أن تحصل مجموعة لقاءات بين سفراء الدول الخمس والقوى السياسية في لبنان هذا الأسبوع، ولم تكن المواعيد محددة وثابتة، فتم تأجيل عدد منها بضعة أيام، علما أن لقاء سيعقد قريبا خارج لبنان يحضره الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان، الذي سينتقل بعدها إلى لبنان ليضع القوى السياسية في الأجواء ولحثهم على الإسراع في انتخاب رئيس جديد وتحديد جلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية، على أن تسبقها مشاورات سياسية سيدرس شكلها في المرحلة المقبلة. المصدر أكد للأوتيفي أن لودريان لا يزال ينطلق من معادلة المرشح الثالث بعيدا عن مرشحي الأطراف، لأن الجلسة الأخيرة للانتخاب وما حصل بعدها أثبت صعوبة نيل المرشحين الآخرين درجة التوافق المؤهلة لاجتياز عتبة بعبدة. غير أن بداية النشرة تربوية، فأساتذة الخاص يعدلون عن إضراب الغد بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في وزارة التربية، والذي يقضي بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ 60 مليار شهريا من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة 6 أضعاف. وللإضاءة على الصيغة المتفق عليها ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ. أستاذ نعمة مساء الخير، يعني بعد أن أهلا وسهلا، بعد أن تم تأجيل التوقيع الأسبوع الفائت اليوم حصل هذا التوقيع، على أي أساس تم هذا البروتوكول وعلى ماذا نص بالتحديد ليعرفوا كل الأساتذة والمعنيين بهذا الموضوع؟ الاتفاق جوهره تأمين 60 مليار ليرة شهريا لنقدر نضرب رواتب الأساتذة المتقاعدين بستة مثل ما الدولة ضربت رواتب المتقاعدين. لنأمن هال 60 مليار شهريا صمنا المبلغ كله، لانه يعني 60 ضرب 12 بيصير 720 مليار، صمناه على عدد طلاب لبنان، شلنا من عدد الطلاب طلاب المدارس المجانيه، لانه وضع المادي صعب المدارس المجانيه، شلنا 100,000 وقسمنا المبلغ على عدد الطلاب، طلع على الطالب بيطلع بحدود 900,000 ليره بالسنه. يعني لا. على كل مدرسة أن تدفع 900,000 ليرة عن كل طالب لديها، مش الأهل
المدرسي تدفع عن كل طالب لديها 900,000 بالسنه لحتى نقدر نامن شهريا 60 مليار ليره لنقدر نضرب رواتب المتقاعدين بست. هذا جوهر الاتفاق. نعم. المدارس ستلتزم بهذا الاتفاق، يعني كان في هناك سمعنا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تحدث عن انذار وجهه الى من لن يلتزم بهذا الاتفاق. صحيح، يعني بالنهاية هذا اتفاق مش قانون، هذا اتفاق حبي رضائي. اغلبية المدارس كانت موجودة ووقعت باتحاد المؤسسات حتى نحافظ مدارس الاطراف، ولكن اذا التقى بعض المدارس ما بدها التنفيذ، مع الوزير تعهد انه حيكون في عقوبات مسلكيه ومن موضوع الموازنه، انه ما حيقبلوا موازنه المدرسه لانها بتلتزم بدفع عن كل طالب 900,000 ليره بالسنه. صحيح، يعني بكره اليوم دراسي عادي على امل انه ما يكون في اي اضرابات من اليوم ورايح، لانه المشكله الاساسيه سويت فينا نقول. يعني هلا هذا مثل ما قلت لك انا، انه هذا اتفاق مؤقت حبي رضائي باختصار، نرجع نشتغل على القانون اللي رده الرئيس بيعطي لمجلس النواب اقله لانهاء هيدا العام الدراسي. لا بدنا نرجع نشتغل على هذاك القانون، بس انه هلا هيدا الاتفاق مو مفروض يمشي الحال على الاقل لتسع شهور بهيدا الاتفاق، بانتظار نشتغل على القانون الثاني يلي بيحل الموضوع جذريا وبشكل قانوني وبيفرض على المدارس ساعتها قانون، ساعتها مضطره تلتزم بالقانون. نعم، سؤال أخير أستاذ نعمة، يعني اليوم العلاقة بينكم كأساتذة للمدارس الخاصة وبين المؤسسات التربوية علاقة جيدة؟ لأنه هذا الشيء بيطمن الأهالي. أكيد، لأنه أنا رأيي وأنا هون بدي هلوم بعض إدارات المدارس اللي هددت المعلمين إنه إذا بكره بتأضربوا بدنا نوقف الدولار اللي بنعطيكم إياه وآخر السنة بدنا نصرفكم، إنه هذا عمل مش تربوي، لانه الاستاذ وقت اللي بده يتهدد بلقمه اكله ما بعتقد فيه يفوت وينتج تربيه. انا رايي اليوم اللي صار بين النقابه واتحاد المؤسسات خطوه ايجابيه جدا وعلاقه سليمه جدا، وهذا بينعكس ايجابا على النتاج التربوي، وهذا لمصلحه الطلاب ولمصلحه والتربوي بالبلد. صحيح، أنا بدي أشكرك نعمة محفوظ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة على هذه المعطيات. إذا اجتماع وزارة التربية أفضى إلى اتفاق بين أساتذة التعليم الخاص واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأدى إلى التراجع عن الأضراب الذي كان مقررا في الغد، ووزير التربية يكشف عن سلة من النقاط التي تم تذليلها بعد هذا الاجتماع. أود أن أعبر عن تقديري للجهود المبذولة التي توصلنا إليها وتوجناها في هذا الميثاق الشرف الذي نوقعه اليوم بهدف نبيل، وهو تأمين دعم مالي للأساتذة الذين تقاعدوا ولم تعد لديهم مقومات الحياة الكريمة بحدها الأدنى. كان لابد من التضحيات والتنازلات لكي تستمر المدارس الخاصة في القيام برسالتها التربوية من دون تحميل الأهل أي أعباء إضافية للعام الدراسي الحالي. لقد خاض المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار القانوني القاضي الشيخ سميح مداح ومدير صندوق التعويضات والتقاعد الأستاذ جورج صقر جولات من العمل والتنسيق مع الاتحاد ومع النقابة حتى توصلنا إلى توافق حول الأرقام، وكلنا أمل بأن يستمر العام الدراسي طبيعيا وأن يطمئن الأساتذة إلى غدهم وإلى تقاعدهم، ونطمئن نحن لأننا قمنا بالصواب وضميرنا مرتاح لما أنجزناه. إنه ميثاق شرف نرعاه بكل ثقة بالموقعين، وأعتقد أن كل واحد منا يشرف توقيعه والتزامه برسالة التعليم وحماية المعلمين في حاضرهم وغدهم. بالرغم من التزام الاتحاد مع النقابتين، هذا المشروع يستدعي التزام كل المدارس الخاصة في لبنان حتى نقدر نوصل للنتيجة المرجوة، إنه نقدر نأمن هالمبلغ المطلوب
لتأمين الحد الأدنى من كرامة العيش لهؤلاء الناس للأساتذة المتقاعدين. فإذا المشروع بيتطلب تعاون كل المدارس الخاصة غير المجانية. المدارس المجانية هي الوحيدة المدارس المعفاة من هذا المشروع. أنا أول شيء بدي أتوجه بكلمة للمعلمين بالمدارس الخاصة وأقول لهم إنه هيدا حل رضائي حبي مؤقت. الحل الجذري هو إنه نروح إما على سلسلة ترتب رواتب جديدة، يمكن الدولة هلا وضع المادي ما بيسمح لها، أو نرجع على القانون اللي رده الرئيس مقاطع مجلس النواب ونشتغل عليه. هونيك الحل النهائي اللي بيحل كل الأمور يعني. سياسيا، لقاء بين السفيرين السعودي والإيراني وتأجيل لزيارة ممثلي الخماسية لعين التينة، فما دللت تقرير غريس مخايل؟ نقطتان بارزتان أثارتا الاهتمام فتوجهت الأنظار إليهما. أولها تأجيل سفراء دول اللجنة الخماسية موعدهم الذي كان مقررا الثلاثاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والثاني لقاء السفير السعودي وليد البخاري مع السفير الإيراني مجتبى أماني. في النقطتين الأولى والثانية أكد مصدر مطلع على حراك السفير السعودي للأو تي في أن اللقاء الذي حصل بين البخاري وأماني ليس الأول من نوعه إنما الثاني، لأن الرجلين كانا التقيا في العشاء الذي دعا إليه السفير السعودي في فندق فينيسيا تحت عنوان الدبلوماسية المستدامة. وأضاف المصدر: أما اليوم فهو اللقاء الثاني، لكن هي الزيارة الرسمية الأولى للسفير الإيراني إلى دارة السفير وليد البخاري، وهي تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية لأنها أولا حصلت في دارة البخاري، وقد اتسم اللقاء بطابع ودي بعيدا عن الرسميات والبروتوكوليات، خصوصا أن الجلسة كانت في خيمة السد العربية السعودية. المصدر المطلع على حراك السفير السعودي تبع بالإشارة عبر الأو تي في إلى أن اللقاء بحث في جزئه الأول مضامين الاتفاق الإيراني السعودي بين الطرفين والرسائل القائمة على الابتعاد عن خطاب الكراهية بين كل الأطياف والمكونات، فالسعودية تمتلك علاقات جيدة وممتازة وتاريخية مع كل المكونات اللبنانية والإقليمية وخصوصا الطائفة الشيعية، وأن العلاقات المبنية على الإنسانية من شأنها إطفاء السلام بين المكونات. المصدر أضاف عبر الأو تي في أن الجزء الثاني من اللقاء خصص للبحث في الأوضاع اللبنانية، وكان هناك توافق بين الطرفين على ضرورة حفظ أمن لبنان واستقراره خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والتهديدات التي تطاول لبنان والوضع الدقيق الذي يعيشه. وحكما وفق المصدر سيكون هناك لقاءات أخرى مستقبلية بين الطرفين من شأنها أن ترخي بنجاح الاتفاق على مصلحة البلدين والدول الإقليمية ومنها لبنان حكما. المصدر أكد في الوقت نفسه أنه لم يحصل التطرق أبدا عن إمكان انضمام إيران إلى اللجنة الخماسية، لكن الطرفين أكدا ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وحفظ مصالح البلدين وما من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على مصلحة لبنان. هذا فيما يتعلق بلقاء البخاري أماني. أما فيما يتعلق بعمل اللجنة الخماسية فيقول المصدر إنه كان من المفترض أن تحصل مجموعة لقاءات بين سفراء الدول الخمس والقوى السياسية في لبنان هذا الأسبوع، ولم تكن المواعيد محددة وثابتة، فتم تأجيل عدد منها بضعة أيام إلى حين انتهاء السفراء الجدد من الترتيبات البروتوكولية التي يقومون بها وانطلاق مهامهم الدبلوماسية، وسيتفقون حتما على مواعيد جديدة. ودائما بحسب المصدر الذي تابع بالإشارة إلى أنه في اللقاء الذي سيحصل خارج لبنان سيكون الموفد الفرنسي جان إيف لودريان حاضرا لترتيب المعايير التي وضعها اللبنانيون مع اللجنة، وبعد انتهاء الاجتماع سيزور لودريان لبنان ليضع القوى السياسية في الأجواء وليحثهم على الإسراع في انتخاب رئيس جديد وتحديد جلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية على أن يسبقها مشاورات سياسية بين القوى سيدرس شكلها في المرحلة المقبلة. المصدر أكد أن لودريان لا يزال ينطلق من معادلة المرشح الثالث بعيدا عن مرشحي الأطراف، لأن الجلسة الأخيرة للانتخاب وما حصل بعدها أثبت صعوبة وصول المرشحين الأخيرين إلى أن يكونا مرشحي توافق بين اللبنانيين. وفي مقابل كل ذلك بحسب ما يؤكد المصدر كان هناك مواقف إيجابية من الرئيس نبيه بري لتحريك المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي بموقف متقدم يفصل فيه الاستحقاق الرئاسي عن أحداث غزة، واعتبر المصدر أنه من واجب اللبنانيين التعاطي بإيجابية مع فرصة جديدة أمامهم، خصوصا أن اللجنة الخماسية متوافقة بأكملها على خريطة الطريق القائمة على عدم الدخول في الأسماء وأن ينتخب اللبنانيون رئيسهم.
بالانتقال إلى الوضع الأمني جنوبا، الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه بموازاة رد حزب الله الذي نعى المزيد من الشهداء. وفي السياق كلام متقدم لوزير الدفاع عقب لقائه بنظيره الفرنسي في القدس. التفاصيل في اتصال مع الزميل جورج عبود. جورج، مساء الخير، ماذا في آخر التطورات الميدانية؟ وكما عرفنا هناك المزيد من الشهداء لحزب الله، وهناك أيضا تهديد من قبل العدو الإسرائيلي متصاعد. مساء النور جويس إليك مشاهدين الوتي. لابد من الانطلاق اولا من تهديدات العدو الاسرائيلي المستمره. فخلال لقاء بين وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالنت ووزير الدفاع الفرنسي اثناء زيارته لاسرائيل، جدد جالنت موقفه بانه اسرائيل بتفضل كثير الحل السياسي مع حزب الله، لكنها تستعد ايضا للخيار العسكري للسماح لسكان الشمال بالعوده الى ديارهم والعيش بسلام. ولكن الاخطر انه جالنت اكد انه اسرائيل لم توقف اطلاق النار حتى لو اوقف حزب الله اللبناني من جانب واحد، محذرا من انه الحرب رح تكون صعبه لاسرائيل لكنها مدمره بالنسبه للحزب ولبنان. بالتوازي المواجهات عم تشتد جنوبا، حيث رفع العدو بالايام الاخيره من حجم خروقاته، والى جانب القصف الاسرائيلي المدفعي اللي عم يستهدف عدد من البلدات والمنازل الجنوبيه. لا يزال طيران الحرب للعدو عم بشن غارات عنيفه توزعت اليوم على الشكل التالي. غاره دمرت منزل من طابقين ببلده شحين من دون تسجيل اصابات، واخرى على طير حرفه. غاره معاديه استهدفت بلدتي طيبه ورب تلتين. ايضا نفذ طيران الحرب غارات جويه جديده على بلده مروحين. ومنذ قليل افيد عن غاره جويه استهدفت منزل ببلده مجد السلم، حيث اعلن الدفاع المدني عن سقوط شهيد وثلاث جرحى. بالتوازي قصفت مدفعيه العدو الاسرائيلي اطراف بلده البستان، وسجل سقوط عدد من ازايف المدفعيه على بلدات حوله ميت الجبل، دير ميماس وسهل مرجعيون. ايضا استهدف العدو مارون الراس وعيترون بالازايف المدفعيه وقصف فوسفوري طال بلده كفركلا. بالمقابل اعلنت المقاومه الاسلاميه عن ضرب تجمع لجنود العدو الصهيوني بمحيط موقع الراهب بالاسلحه المناسبه واصابته اصابه مباشره، واستهداف قوه من الجمع الحرب الاسرائيلي بمرتفع ابو الدجاج حيث اصيب اصابه مباشره. تجمع لجنود العدو الاسرائيلي بمحيط ايفن مناحم بالاسلحه الصاروخيه، كما قصف موقع السناء بمزارع شبع اللبنانيه المحتله بالاسلحه الصاروخيه. بالتوازي زفت المقاومه الاسلاميه كل من الشهيد المجاهد سامح اسعد من بلده فركلا بجنوب لبنان والذي التقى شهيد على طريق القدس، والشهيد المجاهد علي سعيد يحيى من بلده طيبه. ايضا جويس لافت ما كشفت عنه صحيفه يادعوت أسترونوت الاسرائيليه عن انه صاروخ اطلقه حزب الله الليله الماضيه اصاب مبنى بزرعي تابع لمصنع بيساهم ب 40% من الناتج المحلي الاسرائيلي بمجال الزراعه. نعم. اذا هذه كانت ابرز التطورات الميدانيه يلي سجلها ميدان الجنوب اليوم. شكرا للزميل جورج عبود على كل هذه المعطيات والمعلومات حول الجنوب اللبناني. على خط آخر، أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود بأن المملكة العربية السعودية لن تتمكن من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية. وأشار الوزير السعودي في مقابلة مع CNN إلى أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها بما في ذلك إسرائيل، وشدد على أنه لكي تشهد المنطقة سلاما واستقرارا حقيقيين وتكاملا حقيقيا يجلب فوائد اقتصادية واجتماعية لنا جميعا بما في ذلك إسرائيل، فمن الضروري إجراء عملية موثوقة ولا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطين. وأكد أن كل الجهود الآن تتركز على وقف التصعيد في قطاع غزة. وأعرب وزير الخارجية السعودية عن قلق المملكة من أن تخرج التوترات في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع. فصل أول ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. التصعيد ضد فرنجية مع ربطه بلقاء نصر الله في أسرار اليوم.
ربط مراقبون بين تصعيد رؤساء الأحزاب المسيحية ضد فرنجية في المدة الأخيرة وعلمهم المسبق باللقاء الذي جمعه بنصر الله. يجزم محلل سياسة من 8 أذار بأن الرئاسة ستكون جزءاً من حل كامل يشمل الحدود والوضع المالي وصولاً إلى الدستور. يتساءل وزير سابق باستمرار لماذا يندفع المسيحيون لمواجهة حزب الله بينما المكونات الأخرى تنأى بنفسها في انتظار جلاء العاصفة. بعد الحديث عن إمكانية تعديل التعميم 151 من قبل مصرف لبنان ليشمل كافة الحسابات فيما يتعلق بالسحوبات من الحسابات غير المؤهلة وفقا للتعميم 158 والتي تنطبق على ما كان معمولا به وفقا للتعميم 151، أبدت مصادر مصرفية التحفظ على هذا التعديل للأسباب التالية. أولا، أن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة والتي من المتوقع أن تبنى عليها الخطط المستقبلية الهادفة إلى الخروج من الأزمة مع المحافظة على القطاع المصرفي بعد إعادة هيكلته. تخشى المصارف في حال دفع الدولار النقدي للذين اشتروا الدولار بعد الأزمة بسعر 1500 ليرة وللذين اشتروا الشيكات وأودعوها في حساباتهم أن يكون المصرف المركزي قد أرسل إشارة خاطئة لهم ستؤثر سلبا على الخطط المقترحة حاليا لمعالجة الأزمة. ثانيا، أن المصارف تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي أن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتما على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله. ثالثا، يجب على أي تدبير أن يضع في أولوياته تحمل الدولة لمسؤولياتها، وأن عدم القيام بذلك ينعكس حكما على القطاع المصرفي واستمراريته وبالتالي على حقوق المودعين. كل ذلك في وقت تواصل فيه الدولة التهرب من المسؤولية في محاولة لتحميلها للمصارف وحدها في إنكار مقصود لما تسببت به من أزمة نظامية غير مسبوقة، ختمت جمعية المصارف. اغتيال القائد في منظمة التحرير الفلسطينية علي حسن سلامة في تاريخ اليوم. ب 22 كانون الثاني 1979 اغتيل بانفجار في بيروت القائد في منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة أيلول الأسود علي حسن سلامة الذي حظي بلقب الأمير الأحمر بسبب شخصيته وظروف معيشته ونضاله الذي منحه شعبية كبيرة. فبعد 5 محاولات فاشلة نجح الموساد في اغتيال القائد الذي كان مسؤولا عن الجهاز الأمني لحركة فتح، حيث اتهمته إسرائيل بأنه المخطط الرئيسي لعملية ميونخ التي نفذتها المقاومة الفلسطينية عام 1972، إشارة إلى أنه سلامة كان متزوجا من ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في الرياضة، كأس السوبر اللبناني العراقي في الميني فوتبول. حقق فريق القادرية العراقي لقب كأس السوبر اللبناني العراقي بالميني فوتبول بفوزه على فريق شباب الطيبة بطل لبنان 1-0 بالمباراة اللي جمعتهم على ملعب مجمع سبورت زون بطبي بحضور رئيس الاتحادين اللبناني والآسيوي للميني فوتبول أحمد دنش ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة بلال يزبك رئيس شبكة دنيا المتعلم، راعية منتخب لبنان للميني فوتبول الدكتور ناصر السمحيري، أمين صندوق الاتحاد اللبناني باسم رمال ورئيس اتحاد كربلاء للعبة حسنين أبو لحمي وأمين سر نادي لويس أدهم شومين. بنهاية المباراة قدم دنش كيس البطولة لكابتن الفريق العراقي وتم تبادل الدروع التذكارية مع رئيس وأعضاء الوفد العراقي. دنش أكد على أهمية المباراة اللي عم بتصير للسنة الثانية على التوالي بين بطل لبنان وبطل العراق وشكر كل يلي ساهموا بنجاح المباراة وقدم التهاني للفريق العراقي الفائز بكاس السوبر يلي هو باكورة نشاطات الاتحاد الآسيوي لهالسنة. دنش أيضا تحدث
تحدث عن تحضيرات منتخب لبنان يلي رح يشارك بالبطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول يلي رح تصير بين 24 شباط وأول أدار المقبلين، وطبعا بمشاركة عدد كبير من الدول العربية. ماذا في الأحوال الجوية مع بولين عون؟ مساء الخير. منخفض جوي متمركز شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة عم بيأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيحمل معه أمطار غزيرة وثلوج على الجبال. جونا لبكرة غائم وماطر، ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي: منبدأ من الشمال وعكار وطرابلس عم بيسجلوا 17 درجة، العاصمة بيروت 18 وصور أيضا 18 درجة. مننتقل لبعلبك 9، اللقلوق عم بتسجل 7، زحل 12 وجزين 13 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا بتتراوح بين 60 و80%. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 10 و40 كم/ساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثة جونا غائم مع ضباب على المرتفعات، تتسقط الأمطار بغزارة مع ثلوج على الجبال وانخفاض كبير بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل أقصاها 18 درجة. لنهار الأربعاء جونا غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة، درجات الحرارة عم بتسجل 17 درجة. لنهار الخميس والجمعة جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط الأمطار بغزارة بالفترة المسائية، درجات الحرارة عم بتسجل 17 درجة لنهار الخميس و16 درجة لنهار الجمعة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. تصبحوا على خير. ومع الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المسائية. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي X، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد إذا الله رضي.